السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم يا كريم. فيديو آخر من ملخصات قناة خواطر فكرية لبرنامج الحاج وعد اللامي. وكالعادة دائما ما أحرص أن ألخص الاتصالات الغريبة أو الاتصالات العلمية أو الاتصالات التي تكون بها أو يكون بها موضوع مميز جدا. وهذه المرة جئت لكم بموضوع مميز من أخلاق الوهابية. الوهابي يتدرج بالأخلاق من السب، من الشتم، من اللعن، من ومن ومن، إلى أن وصل به الحال أن يقول. تصوروا ما مدى قوة هذا البرنامج وطرحه. جعل هذا الوهابي ماذا يقول؟ إنه يا حاج وعد اللامي، جدك كان كافر، وعمر بن الخطاب هو كان السبب بماذا؟ بإسلامه. نستمع وإياكم إلى هذه المفاجأة ونرجع بالتعقيب إن شاء الله. استاذ وعد، السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام. استاذ وعد، عندك موضوع ولا انا اطرح موضوعنا؟ لماذا يكره علي بن ابي طالب محضر عمر بن الخطاب؟ طيب هذا موضوعك، انا ما اقدر اطرح موضوع، لازم انا التزم موضوعك، صح؟ تفضل. لا جاوبني. ما هذه تفضل، ما جاوبتني. يجاوب على السؤال. اذا ما تعرف، إذا ما تعرف قول ما أعرف وأنت أسأل. لأن طيب خلاص، طيب أنا ملحد، لأن علي رضي الله عنه. لحظة لحظة، أوقف 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 أوقف، أنت ملحد؟ تريش تضحك أخو؟ والله أنا أستغرب من هؤلاء. هو يقول أنا ملحد وبعدين يضحك، ما أعرف شنو قضيته. أنت ولا غيرك ضحك؟ مين ضحك؟ ما ضحكت يا أخونا. سوي ميوت، لاست دانس، سوي ميوت. خلاص، تبغى جواب كسني ولا تبغى جواب كملحد او في الوسط بين السنه والشيعه؟ اخونا الله يبارك، احنا جايين نلعب وياك. انت شنو انت؟ اذا ملحد جاوب، انت سني جاوب. سني جاوب سؤالي، تبغى كسني ولا بابا؟ انت شنو جاوب على ضوء؟ انت على ايش في هذا؟ ايش فيك انت؟ يكره محضر عمر لان علي رضي الله عنه وارضاه بناء على العقيده الشيعيه. تبغى على العقيدة السنية؟ العقيدة السنية لأن عمر شديد في الحق. أحسن. بناء على أيوة، بناء طيب. على العقيدة الشيعية علي مناطق. خلاص خلاص خلاص، خلينا على عقيدتك. وحافظ على خلينا على عقيدتك. اهدأ علينا، ضحك على الحانة. شوف أخوان، اهدأ. والله ما أعرف ليش مضطربين أخونا. اهدأ. هدوء. طيب أنت قلت أن عمر بن الخطاب شديد في الحق ولا في الباطل؟ لا شديد في الحق. أحسن. دليل انه عندك ايوه. لحظه، انا ما اريد عندي. شوف، اما تناقش وما انزلك، اما تناقش وما اطردك، اما تناقش وما اطردك. شو تريد؟ تأدب وتكلم وياي باحترام. تأدب. انا احترمك، انا احترمك. سألتك سؤال بناء على انك سني، قلت نعم سأجيب على سني. ما لك دخل الان بالشيعة، خلينا نناقش. سألتك سؤال، عمر شديد بالحق ولا بالباطل؟ قلت أن عمر شديد بالحق، صح ولا أنا غلطان؟ صحيح. طيب إذا طيب لحظة بعدني ما سألت. بعدني لحظة. يا أخي ما سألت. خليني أسألك. إذا عمر شديد عامي وشوف كيف أنا أجم. يلا تفضل. إذا عمر شديد بالحق، لماذا علي يكره الحق، يكره الشدة في الحق؟ لماذا؟ شو السبب؟ طيب اسمع الجواب كذا، ما عندي حيدة أخي المكرم، أستاذي المكرم، سوالف. لأن علي رضي الله عنه وأرضاه، كل إنسان له شخصيته. فعلي رضي الله عنه وأرضاه سيدنا وكرم الله وجهه، عنده من الأمور اللطف. عمر شديد تمام، زي انت عندك. لماذا يكره الحق؟ لماذا يكره الحق؟ جاوبني على السؤال. ما له دخل. انت قلت انت قلت انه شديد في الحق. يا اخي ناصر كلامه حق وشديد في الحق. شديد في الحق وهذا لين في الحق. لا ليش اكره الشده في الحق؟ يعني اسمع،
المشكلة ما يخلينا لحظة انت تورط انه يعطي الناس تورط ذكي يضحك على الناس نفسيا شوف. انه مسوي انه يعطي الناس فرصة متأذين والله متأذين يا هذا عمر مكرم هدوء مكرم هدوء لا تعصب انا ادري انه البرنامج يوجع انا معصب انا طيب انت شديد بالحق وانسان صلاتك قويه وصومك قوي وارتباطك بالله قوي ليش اكرهك طيب الان اسمع الجواب لا تتداخل يا وعد الان علي رضي الله عنه يكره محضر عمر لأن عمر واحد زائد واحد يساوي اثنين علي رضي الله عنه وأرضاه لا يلين الأمور يطيب الأمور يحاول يدارك ويسايس احنا بشر هذا الأمر أدري ليش أكره الاثنين هي اثنين حق يعني واحد زائد واحد الجواب اثنين جواب صح ليش أكره يكره أنه راح يفصف الأمر من دون أي نقاش بينما علي يريد أن يمثل أيوه هذا شيء جيد بدون لفود وراء لحظة بدون لفود بدون لفود وراء واحد زي لا اهدى لا صرخ هدوء هدوء يا أخوان أخوان أنا سألت الطلاب واحد زائد واحد كم واحد زائد واحد الجواب الصحيح اثنين وأنا مدرس والناس وطالب جواب اثنين واحد زائد واحد جاوبني بسرعة شديد في الحق قال اثنين ليش أكره الجواب وأعطي صفر يا أهل السنة بالله عليكم لماذا يكره علي الجواب الصحيح والحق الصحيح الذي هو عند عمر جاوبني تفضل الآن أعيد عليك الجواب سؤالك لماذا علي يكره محضر عمر عمر رضوان الله عليه اللي دخل جدك جدك يلامي دخلك الإسلام كان كافر جدك جدك كان كافر في العراق أقول لك هذا شو اسمه حجي هذا شو اسمه هذا الظريف أقول لك أنت يا ظريف يا لطيف اسمع لا يا ظريف اسمع لا وجع عنده وجع أبو باخر بداخله وجع أنت يا ظريف شو اسمك ناصر هذا هو ناصر يا ظريف اسمعني أولا إحنا أنا جدي وجد الحاج يرجعون إلى يعني إلى اليمن نرجع وإلى المدينة المنورة أما جد البخاري اللي هو بردزدب اسمه كان مجوسيا ومات عليها إحنا شنو علاقتنا بالموضوع؟ يا أبو باقر عاف عمر وتكلم بجدي ما أدري والله هو ما أدري بعد هو ليش عاف عمر العمو هسه أنت تقول عمر واحد زائد واحد يساوي اثنين للعلم والإطلاع هاي معلومة الذولة السلفية التلفية اللي ما يفتهمون واحد زائد واحد احتاج بنتراند راستر بس انتوا وين تعرفون هاي انت تعرف بول بعير ضاب يعني نعرف بس احنا اكو ناس هوايه خدت تسمع والكتاب موجود ان شاء الله يشتروا بنتراند راستر احبتي اكبر عالم من علماء الرياضيات يقول واحد زاد واحد ثلاثة ترى مو اثنين احتاج 120 صفحة حتى يثبتها اثنين بس دول ضاب وبول بعير ولحم اتان وكذا المهم انت تقول عمر شديد وعمر بالحق وما اعرف ايش طيب هذا الحق اللي انت تقوله هو ترى السؤال جدا بسيط وشفاف يعني امير المؤمنين يكره الحق مو رسول الله هو نفسه قال بحق امير المؤمنين علي مع الحق والحق مع علي يعني هذا اللي انت حضرتك تقوله مخالف لحديث النبي شلون تطلع من هنا يلا حجرد نسمع هذا احسن تفضل سفيان حياك الله ابو خليكمل الروايه الرابعه في الكافي هي مال فاطمه عليه السلام لانه حياكم الله من جديد دائما ما اقول واكرر انه هذا البرنامج يحوي الاتصالات الكثيره الاتصالات المميزه الاتصال مميزه ليس يعني انه انا اعطيها ميزه انما مميزه لانها تختلف عن خلينا نقول السيستم او نظام الاتصالات فهي مميزه مع انه متجاوز لكن اتصال مميز حرصت انه انقله هذه المره تطور الوهابي مثل ما قلت
لعن سب شتم، ومع ذلك مع ذلك منهجية البرنامج واضحة، منهجية البرنامج الذي يشكل عليها يشكل، والذي يريد أن يتعاون يتعاون، ويكفي الحاج وعد اللامي فقط فقط العتاب المتكرر. الحاج وعد اللامي هو الذي هو الذي تم أو تعرض للسب واللعن والشتم، لكن مع ذلك يواجه هذا السب والشتم واللعن بالإحسان، بالأخلاق، بالطيبة، بالاستماع. هذه هي منهجية، هذه هي منهجية. ما أعرف الأخوة اللي يعترضون راح يعترضون بهذا الفيديو ليش الحاج، مع أنه الحاج وعد اللامي بيّن بأكثر من مرة أنه هذه هي منهجيتي، أستمع للطرف الآخر إلى أن أصل معه أو أصل وإياه إلى طريق مسدود فأغلق الاتصال بوجهه، لكن إلى حد أنه وصل إلى أخير المكالمة لعن الحاج وعد اللامي وقال له أنه أنت أبوك كان من الكفار، فالآن عمر بن الخطاب له فضل عليك. هنا ننتهي الموضوع، هنا ننتهي الموضوع، إغلاق الخط هو الحل الأمثل والأفضل. إذا نلاحظ وباختصار شديد يقول أنا ملحد، سأجيبك بإجابة إلحاد، أجيبك بإجابة سني، أجيبك عفوا بإجابة شيعي. عمر شديد بالحاق فلا يستطيع أن يجلس معه الإمام علي عليه السلام، لأن الإمام علي عليه السلام قد يكون لين في بعض الأمور. النقطة الرابعة يقول أن عمر عنده 1+1=2، بينما الإمام علي عليه السلام عنده 1+3=17. هكذا هكذا هو المنطق الذي يريدون أن يصوروا به الإمام علي عليه السلام. فإن جميع الصحابة، وأين الإمام علي عليه السلام الذي تنظرون إليه بهذه النظرة؟ يجعلون من عمر هو صاحب المستوى الذي لا يتحمل كل صغيرة، بينما الإمام علي عليه السلام لين. فيديو آخر وضحنا به اتصال آخر من اتصالات الوهابية، اللي أرجو منكم تتفاعلون وياه، خلوا لايك وأيضا تنشرونه أكثر وأكثر. نرجع بفيديوهات قادمة، إلى ذلك الحين انتظرونا. خادمكم علي وفي أمان الله.